نكمل نكمل. إنما هناك قصد أقول إن حكاوي كثيرة ممكن إيه تلقي كثير من الضوء على هذه الحقيقة وتشرح المسألة كتير، إنما أنا مش هقولها دلوقتي. إنما أنا بكتب مذكراتي وأنا وصدر الجزء الأول من هذه المذكرات، وأنا عاهدت قارئ هذه المذكرات إن أنا لا أتطرق إلى الأمور الشخصية أو الخاصة، وإن الكتاب يبقى فن وسياسة وأدب واجتماع فقط. إنما أنا علشان خاطرها هخرج عن هذا العهد في الجزء الثاني من الكتاب، وححكي بعض الحكايات التي تلقي مزيدا من الضوء على هذه القصة. يعني مثلا هحكي حكاية سفر مسرحية افرض، وهي ممثلة فيها إلى بورسعيد، والتليفون اللي جالها بيبلغها أو بيدعي أنه بيبلغها أوردر للتمثيل في أحد الأفلام، وهي كانت فين وإزاي وليه؟ حاجة كده عشان ما ننساش. أولاً أستاذ جلال بيقول أنا كنت هعمل الكتاب سياسة سياسة وأدب وفن، مش هتطرق للأمور الشخصية. هو اللي بيني وبين الأستاذ جلال هي مش أمور شخصية، يعني كونه يتطرق ليها في الكتاب هي ليست أمور شخصية، لكن هي أمور فنية. وعموما كونه يذكر اسم إلهام شاهين في الكتاب يمكن ده يساعد في بيع الكتاب أكتر، يلفت نظر الناس أكتر، لأن أكيد الناس بتحب تقرأ أشياء عن النجوم، يعني أيا كانت صحيحة أو غير صحيحة، فأكيد هو هيستفيد بوجود اسمي في الكتاب. حكاية هحكي للناس لما كنت بورسعيد وجالي أوردر، وبعدين قلت إيه لما جالي أوردر أنا كنت فين وحصل إيه، يعني أنا الحقيقة مش فاهماها، يعني إيه جالي أوردر؟ يعني أنا كنت بورسعيد وجالي أوردر في مصر فمش هعمله، ولا لا يعني جالي يعني جاء تليفون وأنا بورسعيد بيقولي إن عندك أوردر. طب وانا كنت فين يعني ايه؟ وانه التليفون يعني وهمي، يعني تليفون مش حقيقي، يعني ده المعنى. بيقول لي عندي اوردر في مصر، ما مش عارفه بقى، انا مش فاهمه هو كلام دي. غير واضح لما يجي لي تليفون بيقول لي عندك اوردر، سواء انا بوهمه ان انا عندي اوردر للاستاذ جلال او ما عنديش اوردر، هي مساله ما تخصوش خالص. يعني هو ليه شغلي على المسرح بس، بس واضح ان الاستاذ جلال انا فعلا ناسي الحاجات دي، لكن هو كان شاغل باله بيا جدا وبتصرفاتي جدا، وانا بقول له برافو عليك وعلى ذاكرتك، يعني انا الصغيره اللي قد بنته ما اقدرش افتكر، يعني ذاكرتي مش هتسعفني ان انا افتكر فعلا من 14 سنه جالي اوردر وانا رديت عليهم او ما ردتش، او الاوردر ده كان حقيقي او وهمي. انا فعلا والله مش متذكره حكايه الاوردر، بس هي مساله ما تخصوش، يعني ان انا جالي اوردر وانا بورسعيد يمكن قصده ان انا كنت عايز انزل من المسرح على اساس ان عندي اوردر، بس انا ما عنديش اوردر، احتمال ان انا مثلا كنت متضايقه من العرض عايز انزل فقلت له انا عندي اوردر وانا ما عنديش إلى اوردر. الى بورسعيد والتليفون اللي جالها بيبلغها او بيدعي انه بيبلغها اوردر للتمثيل في احد الافلام، وهي كانت فين وازاي وليه؟ كانت فين وازاي وليه؟ ما هو انا المفروض رديت على التليفون. نعم. التليفون بقى حقيقي او مش حقيقي؟ هي مساله ما تخصوش. يعني ايه كانت فين وازاي وليه؟ ما انا كنت في بورسعيد، انا مش قادره افهم الحقيقه هو بيرمي لايه، هو عايز يرمي لشيء يدني، بس انا بحاول افهمه، انا مش عارفه كانت فين وازاي وليه. بيقول في بورسعيد وجالي تليفون وانا رديت، وهو شايف ان انا بقول له اوردر لكن الاوردر ده وهم. هل معناه ان انا المفروض ان انا انزل من بورسعيد عشان عندي اوردر وفي الحقيقه ان انا ما عنديش اوردر؟ انا مش قادره افهمها. وبعدين لو عايز انزل يبقى اكيد متضايقه من حاجه في العرض مثلا، احتمال، فقلت له انا عندي اوردر عشان انزل مش عايزه امد العرض، احتمال، بس انا مش قادره افهم فعلا هو بيرمي لايه من الجمله دي. نشوف بعد كده. هحكي قصه مسرح شركه البترول في السويس ودخولها مندفعه فتزحلقت على الباركيه بتاع خشبه المسرح وحصلت كدمات في فخذها الأيسر بعلامات تكاد تكون زرقاء، وادعائها بأن أنا ضربتها بالشلوت. أنا فعلا وقعت على المسرح
في السويس. في السويس بس الكدمات طبعا بتفرق. الاستاذ جلال بيقول عليه ادعت انه ضربني بالشلوت ده، دي كانت في مصر يوم الخناقه، يوم ما اشرف زكي جه، ده بعد السويس بفتره كبيره. فانا طبعا لما رحت وعملت بلاغ في الاسم ان انا انضربت، فلازم بتحول على مستشفى عشان يشوفوا ايه الاصابات. فطبعا مفهوم جدا في المستشفى اذا كانت الاصابه دي النهارده ولا الاصابه مثلا من اسبوعين من ثلاثه من شهر، مش معقول كده ما ممكن تستمر. تشتغلي معايا كنت في السويس بقى كانت قبلها بمده طويله، كانت قبل الواقعه دي بفتره. يعني لو كنت انا وقعت على المسرح وحصل كدمه اكيد يا اما انتهت يا اما بقت حاجه قديمه. يعني الدكتور اللي هيكتب التقرير هيكتب ان دي كدمه قديمه مش اصابه من الخناقه مع الاستاذ جلال. انا طبعا ما ذكرتش الشلوت لانه شيء الحقيقه مشين. انا الحقيقه زعلانه قوي ان احنا بنوضح للجمهور. يعني الواحد بيزعل مثلا لما ايه الصحافه تطلع مثلا تشتم او تقول حاجه ضد الفنانين، لكن لما احنا الفنانين نفسنا نطلع نجرح في بعض انا زعلانه من ده، لان انا دايما بهاجم ده، بقول ان عيب ان اي حد فينا يتكلم على التاني، والا هنسمح للصحافه ايضا انها تتكلم عن الفنانين بشكل مسيء. انا مش عارفه ازاي الاستاذ جلال مفاجئني، يعني انه ممكن يتكلم بالشكل ده. وفي حاجات فعلا انا ما كنتش اتمنى ان انا اذكرها. انا ما قلتش حكايه الشلوت دي، حاجات في المحاضر، لكن عمري ما طلعت في برنامج. انا اول مره بتكلم في برنامج هو ساعة صفا في موضوع الاستاذ جلال. ساعة صفا